طبعا الان معنا الفنان طارق العلي. حياك الله استاذ طارق. يا اهلا ومرحبا، حياكم الله. هلا وسهلا. اسمح لي اقول لك ابو محمد. يلا كل واحد هلا بك، كل عام وانت بخير، وكل عام ان شاء الله والكويت بامن وامان يا رب. اللهم امين اجمعين يا رب، يحفظ بلادكم والخليج يا رب. بما ان اليوم بيوم جدا مميز، ابغاك تعطيني كلمه او توجه كلمه لدوله الكويت. أول شيء الحمد لله ونشكر على نعمة الأمن والأمان وأجمل التهاني. نعم. أزفها إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أمير الإنسانية قائد العمل الإنساني شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رضي الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين شيخ التواضع شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رضي الله ورعاه. نعم. ولسلطة الحكم الصباح والشعب الكويتي كافة وإلكم على الأرض الطيبة سواء عندنا ولا بكل دول الخليج. نعم. يعني احنا اليوم هذا اليوم يعني ننتظره كل سنه مثل الانسان اللي يحتفل بعيد ميلاده. نعم. اليوم جميل، عندنا اليوم عيد الاستغلال وبكره عيد المواطن. طب لو تنقل لنا شوية، تقول لنا ايش اجواء الاحتفالات قدامك؟ ايش ناوي حضرتك؟ كيف تحتفل اليوم؟ شوف انا اليوم في مملكه البحرين. نعم. وهم قاعد اشوف احتفالات عندهم في الشوارع ما شاء الله. نعم. خصوصا بفتره الليل شباب اعلام بحرينيين. نعم. كويتيين خليجيين وياهم. اشوف اعلام سعوديه يعني في شوارع البحرين، اماراتيين. يعني ما حسيت انك انت برا الكويت استاذ طارق؟ نعم. ما حسيت انك انت برا الكويت؟ الاحتفالات موجوده، انت في البحرين وبرضه بيحتفلوا بالعيد الوطني الكويتي. إيه لا لا لا، ما حسينا ان احنا بعاد عن بلدنا. صحيح. بلد واحد. ويوم 26 ايضا الاهم ايضا. نعم. هو الايد الخليجيه، القوه الخليجيه الطيبه واللحمه العربيه وكل صديق يحب الكويت. يوم 26 تحرير ارض الكويت. فالحمد لله احنا يعني سعداء بهاللحمه الوطنيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان الله يديم علينا نعمه الامن والامان والتعافي والمحبه وسحاب الطيف تزول. وان شاء الله كلنا نكون شعوب واحده بحكمه زعمائنا وحكامنا الله يحفظهم ان شاء الله باذن الرحمن. احنا شاكرين لك استاذ طارق، واكيد الله يديم المحبه والامن والامان والاخوه بيننا يا رب. اكيد مشاهدينا مستمرين معاكم، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل. الكويت الكويت، واحنا معاها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها.